مروان محيدين علو من دولة العراق محافظة كركوك. قبل سنة تمرضت واكتشفت أثناء المرض أني مصاب بتشمع الكبد. وبعد الاتصالات والاستفسارات عن الدول التي تزرع الكبد قالوا لي أن أفضل دولة هي دولة الهند في زراعة الكبد. وبعد اتصالات في عدة مترجمين حصلت على معلومات قيمة من المترجمين عن المستشفيات الموجودة في الهند وإمكانيات عمليات زراعة الكبد الناجحة. بعد فتح الحظر الجوي بسبب مرض كورونا حصلت على الفيزا الطيران وأتيت على أول طيارة إلى الهند قبل 3 أشهر. حين وصلت للهند اطلعت على مستشفيات عدة، فوقع اختياري على مستشفى مانيبال كودا أنه مستشفى عظيم وكبير ويتميز بالنظافة، وفيه دكتور جيد دكتور شايلندر الذي طلعت على سيرته الطبية. لديه عدة عمليات، يعني عمليات من ضمنها عملية لطفل وزنه 4.5 كيلو وعملية زرع كبد وكلى في آن واحد، ولديه عملية لمريض زرع كبد لديه نقص المناعة. والتقيت مع الدكتور وكان الدكتور شايلندر متجاوبا معنا ولطيفا معنا، وكان يقدم لنا النصائح، وكان الدكتور يعني قبل 20 يوم أجرينا العملية وحاليا أنا بصحة جيدة والمتبرعة ابنة أخي بصحة جيدة. كنت في العناية المركزة يعني ما ينوصف يعني هناك يعني مثل الأخوان كانوا يعني عائلة واحدة يعني كان الدكتور ساعة 7 قبل طلوع الشمس يجيني، التيم كله يجيني يسألني ايش تحتاج ما تحتاج أي شيء، ما حسيت بأي فرق عن يعني عبالك قاعد ببيتي. وعناية يعني عناية لا توصف، حتى من طلعت من الاي سي يو من العناية المركزة يعني حتى صار عندنا يعني أنا قمت أبكي، الكادر كله قام يبكي يعني، بس المستشفى يعني راقي والله. Mr. Marwan was suffering from NASH related chronic liver disease. He had multiple episodes of decompensation in Iraq and finally he was referred for transplant to us. His niece was the donor. We evaluated him but he was a bit overweight. So he reduced around 8 kg of weight and after that we took him for transplant. His recovery was uneventful and after 14 days of transplant he was discharged from the hospital. And he's now 20 days plus and now he's planning to go back to Iraq within next 2 days.